بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بالاستفسار والوقفات مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في سياق ما ذكره الله سبحانه وتعالى من محاجة إبراهيم لقومه، حيث جاء في أولها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا من باب المجادلة والمحادة لها، المجادلة وبيان الحق لهم حتى يتضح أنهم على غير حق، وهم يعبدون الكواكب، الحرانيون يعبدون الكواكب، فأراد أن يبطل ما هم عليه من عبادة الكواكب. فلما جن عليه الليل، يعني غطاه الليل بظلامه، رأى كوكبا في السماء قال هذا ربي، أي بزعمكم. فلما أفل، يعني غاب، قال لا أحب الآفلين، الذي يتغيب ويدبر ويجرى من المشرق إلى المغرب، هذا مدبر، والمدبر لا يكون إلها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل، يعني غاب، قال لئن لم يهدني ربي إلى معرفة الرب الحقيقي مالك الملك ذي الجلال والإكرام، لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. كل هذا من باب المجادلة لقومه ليبين بطلان ما هم عليه من عبادة الكواكب. تدرج من الأصغر إلى الأكبر، أكبرها الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما أفلت، يعني غابت في الأفق، قال يا قوم إني بريء مما تعبدون. هذه لا تصلح للآلهة التي تعبدونها، لا تصلح للعبادة ولا تصلح للألوهية، لأنها مدبرة تبرز من المشرق وتذهب إلى المغرب، هذه مدبرة فليست إلها. قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الذي يدبر هذه الأفلاك وهذه الكواكب هو الذي يستحق العبادة، لأنه مالك الملك القادر على كل شيء، هذا هو الرب الذي يستحق العبادة. أما الذي يدبر ويسير من المشرق إلى المغرب فهذا مخلوق،
والمخلوق لا يكون إلها بل يكون عبدا. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للخالق البارئ المصور الذي خلق هذه الأفلاك ودبرها وسيرها بقدرته وتدبيره سبحانه وبعلمه، هذا هو الرب المستحق للعبادة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، يعني من عبادة الكواكب وكل ما عبد من دون الله عز وجل، إني بريء مما تعبدون. وحاجه قومه، جادلوه في هذا، قال أتحاجوني في الله، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله الذي سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، حاجه قومه قال أتحاجوني في الله. فانخصموا عند هذه المجادلة ولم يكن لهم دليل يقابلون به حجج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأظهر عليه الصلاة والسلام بطلان هذه الكواكب وبطلان ملة هؤلاء القوم الذين يعبدونها. نعم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شيخ صالح، يعني بلادنا تعيش هذا الأمن والأمان وهي نعم يعني تكملت الآيات. نعم. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وهو الذين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أتحاجوني في الله وقد هدان أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني دلني وأرشدني على الخالق الذي يستحق العبادة دون ما سواه. أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به من الأصنام والكواكب، لا أخافها لأنها مخلوقة مدبرة بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء الله ربي. فالأمر بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تحاجوني في الله وهو لا تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به من الكواكب والأصنام، لا أخافها لأنها مخلوقة ضعيفة مدبرة ليس لها من الأمر شيء إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فالله جل وعلا أقام الحجة على يد خليله إبراهيم عليهم وانخصموا. ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم من هذه المخلوقات الضعيفة، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالك الملك ذو الجلال والإكرام القادر على كل شيء. ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني حجة. ما هي حجتكم على عبادة المخلوقات والكواكب ما لم ينزل به سلطانا؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أنا أو أنتم أحق بالأمن، الذي يعبد الله سبحانه وتعالى أو الذي يعبد الكواكب؟ أي الفريق يسألهم أي الفريقين أحق
بالأمن وعدم التخويف وعدم الخوف من هذه المخلوقات، أي الفريقين أحق بالأمن، الذي يعبد الله وحده مالك الملك أو الذي يعبد هذه الكواكب وهذه المخلوقات التي لا تملك شيئا إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الله جل وعلا هو الذي علم إبراهيم وألهمه وأوحى إليه فخصمهم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى أي الفريقين أحق بالأمن. قال جل وعلا: الذين آمنوا بالله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم، يعني توحيدهم، بظلم، يعني بشرك. المراد بالظلم هنا الشرك، كما في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، إما الأمن المطلق الذي لا خوف معه، وإما مطلق الأمن الذي قد يكون معه خوف، ولكن النهاية لأهل التوحيد وإن عذبوا وإن حصل عليهم ما حصل فعاقبتهم النجاة والفوز بالجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك، ولم أولئك لهم الأمن المطلق أو مطلق الأمن على حسب إيمانهم واعتقادهم، وهم مهتدون. مهتدون أي يسيرون على حق، مهتدون في سيرهم إلى الله عز وجل، هم على هدى وأنتم على ضلال. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وحاجه قومه إلى آخر الآيات. نعم، جزاكم الله خير على الوقوف مع هذه الآيات.